السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم هشام للطبخ. اليوم ان شاء الله راح ندير وصفة تاع بيتزا. احنا كامل نحبوا البيتزا في رمضان، نحبوا لي ميني بيتزا. اليوم راح ندير وصفة تاع بيتزا بشاورما، قلت والله غنصورها نحن نبارطاجيها معكم. بون، عجينة البيتزا سهلة كما ما فين نديروها. عندي لهنا راح ندير قيس جوج خبزات، انايا ماكسيموم جوج خبزات، ماحش نكثر. عندي شوية فرينة نقول واحد كيسان كبار، واحد ثلاث مغارف زيت، الحليب نطلع به لاباط حتى تتلم، مغرفه ملح ماشي معمره بزاف، مغرفه سكر كيف كيف ماشي معمره بزاف، وخميره نفس الشيء، مغرفه كبيره ماشي معمره بزاف، وحبه بيض. دوكا نبداو لاباط تاعنا، وبكره راح نخدموا الشاورما تاعنا، باسكو الشاورما راح نخدمها شغل شاورما او ميم طون صوص، ماشي ندير صوص بيتزا واحده باش الوصفه تكون سهله. دوكا نجيو نخدموا لاباط ومن بعد ساهل. اذا دوكا بسم الله نجيو لاباط. قلنا زوج كيسان تاع فرينه كبار يجيو واحد 300 غرام، نزيدو كاس ثاني بسم الله. باش ما ننساش فقط بخصوص العلامه عمور، علامه عمور راهي دايره واسم واحد المسابقه في الصفحه تاعهم فيسبوك تاع التجويد تاع المجود الصغير، نو هكذا الا مانيش غلط. نخلي لكم الرابط تاع الصفحه في صندوق الوصف، اللي عندها ولدها يحب يجود يحب يشارك في المسابقه هذه من 15 سنه وقل، ادخلوا للصفحه شوفوا الشروط تاعها، ماشي واقيل كومبليكي، واقيل فقط تصور فيديو ترسلو وفيها الله اعلم جوائز. هذه هي، ونكملوا الوصفه تاعنا. قلنا جوج كيسان تاع فرينه، نزيدو لها دوكا ثلاث مغارف تاع زيت، مغرفه سكر، خميره الخبز، حبه بيض، نجمعهم ونبدا نطلع فيها بالحليب غير بشويه. بسم الله، هو ما تاكلش بزاف حليب باسكو شويه باك. هنا هي نص كاس، هي كل كاس فرينه لا لوجيك سي نص كاس تاع ما ولا تاع حليب باش يتلم. هذه هي 500 غرام فرينه ضمن 250 غرام ما. دوكا هكذا نجي نحطها لهنا ونعجنها 5 دقائق هكذاك على الاقل. بسم الله تكون شويه طريه. اذا هاي داك عجنتها، دوكا نجي نزيد لها الملح. ونكمل نعجنها حتى يدخل فيها الملح جوج دقائق برك. هاكدا العجينة تاعنا راهي طرية ملساء، نخلوها دوكا تخمر ونروحو نوجدو الشاورما تاعنا منها. دوكا نجيو نخدمو مارينات خفيفة تاع الشاورما، ماشي كومبليكي. اللي حاب يدير الشاورما شاورما يشوف الوصفة اللي دوك نخلي لكم صندوق الوصف تاع الشاورما. انا راح نديرها خفيفة شوية خل باش ما نطولش، راك تعرف واحد صايم شغل مادا بيه حاجة بنينة وسهلة. شوية عصير البرتقال، طماطم مصبرة شوية، تقدروا شوية هريسة تاني، عندي شوية فلفل أحمر، شوية ملح. أنا ديجا عندي هنا توابل الشاورما راهم واجدين، ندير منهم شوية، مكاش ما ديروش ماشي لازم، فيهم الهيل فيهم ال فيهم توابل تاع الشاورما. شوية كاري دجاج، فلفل كحل، سكنجبير، زنجبيل، نسكرو شوية توم، ونحطو معاها شوية زيت ونخلطو كلش. تحبو تزيدو شوية هريسة شوية هريسة كاش مشكل. أنا درت شوية طماطيش تاع باطا كيما قلتلكم، باسكو راح نزيد كي نطيبها نديرها شوية ما باش تولي معاها لاصوص شغل، هي صوص طوماط هي شاورما هي كلش سيرفيس رابيد. نحط الدجاج تاعي، الدجاج تاعي قطعته صغير قطع صغار هكذا تعرفوا كيما تاع الشاورما هذوك. نخلطو مليح، تحبوا تخليوه يتمارينا شويه من الاحسن، سينو نطيبوه ديريكت. هاي دوك انا نروح نطيبو مع بعض ونشوفوا كيفاش نكملوا لاروسات. اذا دركا بسم الله نجيو نديرو الزيت، خلوها تسخن مليح،
نحطوا الدجاج تاعنا يطيب. بسم الله. عباكم اني صايم حق ربي ما انتبهت. نورمالمون ما نديرلوش الزيت. مانيش نكابتي مليح. نورمالمون الزيت ما نديرولوش، نخلو المقلة تسخن وحدها باسكو هي هو دوريجين راهو فيه الزيت. هكذا يعني ما نديرلوش الزيت. اعتذر عن الخطأ الطفيف. ونخلوه يتحمر. كي تقلى مليح الشاورما تاعنا نجيو نزيدو هذيك الماريناد اللي بقات، نشلو بالماء برك نعاود نولي هكذا ونزيدلو يا ربي هكذا شويه ماء، خلوه بالعقل اللي يزيد يكمل يطيب يعقد، كي نشوفو عقدت نحوها من النار باش من بعدك نستعملوها. وكي توجد لاباط تاعنا نجيو نكملو لاروسه تاعنا مع بعض. دوكا بسم الله. اذا هاي الكلابات تاعنا روبوزات نجي نهبطها. انا خليتها طولت عليها شويه وجدت لها كيما دوكا كنت مشغول ديتها فريجيدار. فريجيدار كي ديرها تبرد تجي بزاف هايله. شغل كان مكانش عندي الوقت باش ندير وصفات واحد اخرين خليتها هي الاخرى، ما حبيتش نطيبها تبرد لي باسكو الفطار انا صايمين. تما وجدت لها خليتها تبرد. دوكا كي تبرد تفتح بالخاف تجي هايله. هاد العجينه تخرج واحد جوج خبزات، انا راح ندير وحده كبيره. تما نحي لها هكذا قولوا ربع، ندير وحده كبيره ضربه وحده وخلاص. بسم الله ندورها لداخل. ونفتحها دائره. بسم الله. شوف تكون بارده ما تعيش كامل، تخدموا بها الاز ما من الفرينه ما تكثرولهاش بزاف. بسم الله نحطها لداخل. هكذا تحبون طيبوها كما المره السابقه في الطاجين، انا راني شويه مزروب. اذا هاي لي كلاصوص، شوفوا كيفاش جات شاورما بلا صوص تاعها، ما نخلوهاش تشرب كامل، نديرها كامل انايا في خبزه. واحد راه صايم خليتها الله في روحه وخلاص. ها ولا واش قالوا محمد ليدي عمي بيتزا. هيا نسقمها. هكذا شغل راح بيتزا ما فيهاش بزاف صوص طوماط هايله تجيش قرصه. وشنو كتر لها الفرامج هذوك نتهلا فيها بالفرماج. دوكا نرابي لها فرماج. بسم الله شي دار ولا كريير اللي كاين. إذن هكذا مشتركين أعزاء هاي ليك بيتزا سهلة مهلة، بيتزا رايحة في الشاورما، أقسم بالله غير شو على بالي بلي عجب لينا بزاف. ودوك شوفو نخليها طيب ونستناها حتى أدن وندوقها قدامكم، تعود تقولو مي دوقها شو صايب، لا ندوقها قدامكم، ندخلها طيب ونعاود نولي ليكم. إذن أعزائنا المشاهدين هاي ليك البيتزا تاعنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. دوك نجي ندوقها هدا ونأدن. الله أكبر بسم الله. با 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 شوف 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 بسم الله. شوف ساندويتش شاورما رايح في البيتزا، اقسم بالله غير ما نحكي لكمش. هيا صحة فطوركم والسلام عليكم.